على هامش فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، أجرت الزميلة ريهام الديب لقاء حصريا آخر مع سفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط. تتجه أنظار العالم بأسره إلى مصر وتحديدا إلى مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، المدينة الخضراء التي بالفعل تحولت إلى مدينة صديقة للبيئة، وذلك باستضافتها لمؤتمر COP27 للمناخ. هذا المؤتمر الذي يعد الأهم والأهم بشكل كبير للغاية والأكبر على مستوى العالم بالنسبة لقمم المناخ، لأنه هو مؤتمر التنفيذ، ليس مجرد مفاوضات وليست مجرد وعود ولكن التنفيذ، والذي تنتظره كل دول العالم من أجل مواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ. حول أهمية مؤتمر المناخ COP27 والذي ينعقد على أرض مصر وبمشاركة دولية واسعة النطاق، يسعدنا أن يكون معنا السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط. سيادة السفير، أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة السفير، مثلما ذكرنا بالفعل يعني هذا المؤتمر بيحتل أهمية كبيرة للغاية، وربما استضافة مصر ورئاساتها لهذا المؤتمر هو تقدير من قبل العالم بأسره لجهود مصر وللرؤى الخاصة بالقيادة السياسية المصرية ولكل المبادرات التي طرحت للحفاظ على المناخ ومواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ. وجهة نظرك في أهمية هذا المؤتمر على أرض مصر؟ بداية نتحدث عن اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر أو هذا الحدث. هو أكبر من مؤتمر، لأنه ليس فقط مؤتمر الأطراف اتفاقية التغير المناخي، ولكنه ملتقى لكل الأطراف الفاعلة على الصعيد الرسمي وغير الرسمي وصعيد الشركات وغيره فيما يتصل بقضية التحدي البيئي والتحدي المناخي التي تواجهه البشرية في هذه اللحظة الراهنة. مصر بتعقد أو بتنظم وبترأس هذا المؤتمر بالنيابة عن القارة الأفريقية، وهذا في حد ذاته له دلالة ودلالة واضحة. تقديري أن اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر لا يرتكز فقط على قدرات التنظيمية واللوجستية الهائلة اللي تملكها مصر لاستضافة حدث بهذه الضخامة وبهذا التعقيد من ناحية الحجم ومن ناحية الفعاليات، ولكنه مرتبط أيضا بدرجة انخراط مصر في كل ما يتصل بملفي المناخ والبيئة، سواء فيما يتصل بسياساتها الوطنية في هذا المجال. مصر دولة رائدة فيما يتصل بخططها الوطنية لخفض الانبعاثات والوصول إلى مزيج من الطاقة قد يصل إلى 40% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030. المبادرات التي طرحتها مصر على عديد من الأصعدة، سواء مبادرات وطنية أو عدد من المبادرات مع دول أخرى في سبيل تعزيز جهود التكيف والموائمة في المنطقة وفي مصر تحديدا. فمصر تعتبر كاقتصاد ناشئ دولة نموذج في التزامها بمقررات قمة باريس، في دفعها بمبادرات بناءة، في تنفيذها لسياسات وطنية مسؤولة ستؤدي بأن تكون مصر إحدى الدول الأقل تأثيرا على ظاهرة الاحتباس الحراري والأكثر حفاظا على بيئتها في العالم اليوم. نعم سيادة السفير، حضرتك ذكرت نقطة في منتهى الأهمية، وهي أنه بالفعل هناك تقدير عالمي لمصر ولجهود مصر وكل المبادرات التي قامت بها مصر في سبيل مواجهة الأثار السلبية الخاصة بتغير المناخ. سيادة الرئيس ذكر في تصريحاته بشكل واضح جدا أن هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول جذرية للعمل على دعم وتعزيز العمل المناخي لمواجهة كل الأثار السلبية الخاصة بتغير المناخ. كيف يمكن أن يتحول ذلك إلى قرارات فورية وعاجلة وتنفذ على أرض الواقع؟ وربما هذا هو السبب في أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، هو مؤتمر التنفيذ. المؤتمر ده في تقديري يمثل لحظة مفصلية فيما يتصل بالتحدي المناخي والتحدي البيئي الذي تواجهه البشرية في هذه اللحظة الفارقة. وما تفضل به السيد الرئيس هو دعوة لكل دول العالم أن تتحمل مسؤوليتها.
الرئيس بهذا الحديث يؤشر إلى أنه إذا لم تأتي كافة المجموعات التفاوضية وخاصة الدول الصناعية الكبرى إلى هذا المؤتمر ولديها تصور واضح لما يسمى التنفيذ، والتنفيذ هو الالتزام بالتعهدات، هذا ليس تنفيذا لتعهدات جديدة، هذه تعهدات منذ عام 1995 فيما يتصل بتمويل التحول إلى اقتصاديات أقل تأثيرا على المناخ وعلى البيئة. فلحظة الحقيقة ستشهدها مدينة شرم الشيخ إذا ما أتت هذه الدولة بإرادة واضحة بتمويل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي لم تكن هي المسؤولة بالأساس عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي نعيشها اليوم، فسيكون هناك علامة استفهام عن نجاح هذا المؤتمر. إذا أتت هذه الدول كما تفضل السيد الرئيس بتصور واضح بالتزامها بأن يعمل العالم كيد واحدة للحفاظ على معدلات ارتفاع درجة الحرارة ب1.5 وفقا لتعهدات باريس، هنا يمكن أن نتحدث عن شرم الشيخ كنقطة فاصلة. الدبلوماسية المصرية تبذل جهود خارقة، وأنا أعلم أن المفاوضات مساء الأمس استمرت للرابعة صباحا وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، وأعلم أيضا أن هناك صعوبات في العملية التفاوضية ليس من جانب الدول النامية والاقتصاديات الناشئة زي مصر والهند وغيرها، ولكن من جانب الدول الصناعية الكبرى. أرجو أن تأتي هذه الدول وأن تبدي هذه الدول وأن توفي هذه الدول بتعهداتها والتزاماتها إذا ما كنا نريد أن نعمل جميعا من أجل مستقبل أفضل للبشرية ومستقبل أفضل لهذا الكوكب بعيدا عن الظواهر الكارثية التي نشهدها اليوم في عدد من مناطق العالم نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري. سيادة السفير، انعقاد هذا المؤتمر في مصر وبرئاسة مصر بيضيف إلى دورها الريادي والمحوري في المنطقة بشكل كبير، لأنها سوف تخرج بقرارات مصيرية مثلما ذكرت ومثلما نتوقع جميعا ستسهم في الحفاظ على البشرية وحماية كوكب الأرض من الأثار السلبية المختلفة للتغيرات المناخية. من وجهة نظرك، هل هذه القرارات متعلقة بشكل أساسي بالتمويل إلى جانب يعني العوامل، أي عوامل من وجهة نظرك من الممكن أيضا أن تسهم في الحد من هذه الآثار السلبية، التكيف وأيضا التخفيف بالإضافة إلى التمويل، أي عوامل أخرى أيضا؟ العلم نعم والواقع يتحدث عن تحدي مناخي وتحدي بيئي قد أصل حتى لاستخدام تعبير كارثة مناخية وكارثة بيئية إذا لم يتخذ العالم الإجراءات الكفيلة. هذه الإجراءات معروفة، سواء اتصل الأمر بالموائمة أو التكيف، ونقدر نشرح للمشاهد الفرق بين الاثنين. التكيف هو نتعامل مع الأثار اللي لا يمكن تلافيها، هذا هو التكيف، بحيث نقلل من تأثيرها علينا. الموائمة هو أن احنا نقلل إلى أقصى حد من انبعاثاتنا حتى نحافظ على ارتفاع مستويات درجة الحرارة بأن لا تتجاوز 1.5. مصر بالإضافة إلى إمكانياتها زي ما قلت في تنظيم حدث بهذا الضخامة، بالإضافة إلى كونها دولة نموذج فيما يتصل بالتزامها في مجالي البيئة والمناخ، لديها قيادة سياسية ممثلة في السيد الرئيس ودبلوماسية قادرة على أن تعمل بشكل فعال لمحاولة الوصول إلى توافق. نعم. ستسخر قدراتها الدبلوماسية وما يتمتع به السيد الرئيس من علاقات جيدة مع كل أطراف العملية التفاوضية. صحيح. الغرب، الشرق، آسيا، أفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية. فمصر مؤهلة أكثر من العديد من الدول الأخرى، ولكن أعود دائما لأقول لك سيتوقف الأمر في النهاية بعد كل هذه الجهود المشكورة والجبارة التي قامت بها مصر من أول إعداد هذا الصرح الرهيب
وأنا أشهد مؤتمرات في جميع أنحاء العالم، هذا الأفضل أو أفضل ما رأيته لغاية ما تقوم به من جهود في العملية التفاوضية، لغاية ما تطرحه مبادرات وصياغات توصل تنفذ، كل ده يتوقف على أن تأتي الدول الغنية الصناعية التي هي المساهم الأول فيما نشهده من تحدي بيئي ومناخي تنفذ التزاماتها، تضع التمويل اللازم لمساعدة الدول الأقل نموا وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء. صحيح. هنا هي لحظة الحقيقة، مصر تدفع بكل طاقتها وبكل إمكانياتها وبكونها نموذج للوصول إلى هذا الهدف، وأتمنى إن شاء الله أن يحقق المؤتمر أهدافه بإذن الله. كل ما ذكرت حقيقة سيادة السفير بيأتي في توقيت بالغ التعقيد وسط التوترات اللي طبعا بنتابعها في كل العالم، أزمات سياسية اقتصادية بنتابعها سواء بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية، تداعيات كورونا، وبالتالي كل ذلك انعكس على الأمن الغذائي وعلى الطاقة. إلى أي مدى بيأتي توقيت انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الأزمات التي يواجهها العالم بالكامل، وأنه مصر تتصدى أنه يعني تخرج بقرارات تنفذ على أرض الواقع في ظل هذه الظروف العالمية بالغة التعقيد سياسيا واقتصاديا؟ يعني أنت أكيد لاحظتي أن الخط اللي اعتمدته في حديثي معاكي أنه رغم رمزية عقد هذا المؤتمر في مصر ورغم حيوية ونشاط مصر قيادة ودبلوماسية ورغم يظل هناك مسؤولية كبيرة على أطراف العملية التفاوضية وخاصة الدول الصناعية والمتقدمة. أنا بعيد نفسي. صحيح. ليه أنا دايما بحط مش الشرط ولكن بتحدث عن هذا؟ لأنه بيعقد في ظرف دولي اقتصادي بالغ التعقيد. نعم. احنا جايين بنتكلم على التزامات لا تقل عن 100 مليار دولار في توقيت يشهد فيه العالم واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية نتيجة لتداعيات جائحة الكورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. هذا المؤتمر يعقد على خلفية أزمة طاقة أدت لارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والمواطن في مصر يعرف هذا جيدا، والقيادة السياسية كانت واضحة بأن مصر لم تنجو من أثار هذه الضائقة الاقتصادية الدولية. في الوقت ذاته الذي نطالب الأغنياء، ولكن حتى الأغنياء الآن يمرون بكساد وبانكماش اقتصادي، بنطالبهم أن يوفوا بتعهداتهم. من هنا العبء على الرئاسة المصرية مضاعف، هو إقناع هذه الدول أن الاستثمار في المناخ والبيئة هو استثمار في اليوم وليس الغد، لأن اليوم مهدد والغد أكثر مهدد أكثر، ومستقبل أجيالنا القادمة هيرتبط بمدى جديتنا اليوم في اتخاذ قرارات فيما يتصل بشعار المؤتمر وهو التنفيذ. أشكرك جزيل الشكر السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل لمدى أهمية هذا المؤتمر، شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني نتمنى التنفيذ الفعلي لكل القرارات والوعود التي التزمت بها من قبل الدول الغنية والصناعية الكبرى تجاه الدول النامية اللي بتعتبر هي الأكثر تأثرا بشكل كبير من هذه، والأقل مساهمة في هذه المشكلة. أشكر القناة الأولى وبشكر حضرتك على هذا الحديث. شكرا يا فندم. شكراً لحضرتك. شكراً. ومشاهدينا ما زلنا مع حضرتكم في هذه التغطية المتواصلة للفعاليات الخاصة بمؤتمر COP27 لتغير المناخ، والذي تستضيفه المدينة الخضراء مدينة السلام مدينة شرم الشيخ.